قناة الأحجار الكريمة إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. العلاج بالكريستال هو إحدى الوسائل الزائفة للطب البديل التي تستخدم الأحجار والبلورات مدعية احتوائها على قوى شفائية رغم عدم وجود أي دليل علمي على ذلك. ترتكز الطريقة على علم زائف آخر وهو يعرف بالشاكرات وخرافاتها بخصوص حقول الطاقة وتجمع الطاقة بشكل معين حول الجسم بواسطة الكريستالات. رغم ذلك فالتحقيقات العلمية لم تصادق على أي من ادعاءات الشاكرات أو حقول الطاقة أو وجودها أو وجود أي دليل على أن الكريستالات لها أي تأثير يفوق تأثير العلاج بالوهم البلاسيبو. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهد على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.